هعمل دلوقتي مكرونه او سلطه مكرونه بالتونه ومايونيز. المكونات: مكرونه مسلوقه، تونه، خيار، ذره حلوه، زعتر ناشف، مايونيز خس، وطبعا هستعمل ملح وفلفل وزيت زيتون كتير. هاخد دول على جنب كده. خلص الاول الايه الخياره، هاخد كده الخياره النص اطلع منها، يعني لو في حاجه في القولون او يعني البطن بتتملي من البذر ده بيبقى متعب شويه. لو مفيش مشكله يبقى خلاص نخليها زي ما هي. انا بس بفضل اوريها لحضراتكم كده، ولو ايه مفيش مشكله يبقى خلاص. هو كمان البذر ده لما بيتحط في سلطه بينزل ميه كتير، فبيخليها تبقى ايه عايمه شويه. نقلبها كده هنا على وشها علشان تبقى ايه سهله في التقطيع. وبعدين هاخد بوله هعمل فيها كل الشغل. معلقه مايونيز كبيره، طبعا ممكن نبدله بزبادي، معلقه ملح، فلفل اسود، زيت زيتون، يعني احط تقريبا 4 معالق. طبعا هو المايونيز عباره عن زيت وبيض بتضربوا مع بعض، بتحط عليهم طبعا نقطه خل او ليمون لحد لما يتظبط. فدايما هتلاقوا لما يبتدي التقليب هتلاقوها عملت يعني فصل عن بعض، بس بعد كده كله هيرجع تاني في مكانه. نحط معلقه من الزعتر، وهاخد مضرب كده هفضل اقلب لحد لما الزعتر والملح والفلفل والزيت يمتزجوا مع بعض، ويبقى كده الايه الدريسنج جاهز. حط الخيار واحط مثلا، يعني لو بعمل طبق واحد يبقى نص كمية التونة دي كفاية. يفضل لو نجيب التونة القطع عشان تبقى ايه باينة في الاكل. التونة المفتفتة هتلاقوها يعني دابت في الطبق خالص. كده فاضل نقطع شوية الخس دول. يعني هو الحاجة الوحيدة اللي هتتعمل في الطبق ده ان احنا بس هنسلق المكرونة، او لو عاملين مكرونة ممكن شوية من اللي سلقناهم نخليهم على جنب. يعني هنعمل مكرونة بصوص احمر نخلي شوية منهم على جنب، هيفضلوا نعمل بيهم شوية ايه السلطة دول. نحط المكرونة كلها ونقلب كويس. اهم حاجة بس نطلع بقى الصوص اللي تحت ده يبتدي يوصل للايه للمكرونة. لف كده البولة علشان وانا بقلب يطلع الصوص اللي تحت ده. يعني اعتقد احتاج شوية من الفلفل الاسود كمان. اي مكونات بقى ممكن نزودها هنا، يعني ممكن نحط بقى اي خضرة، شبت، بقدونس، كزبرة، روزماري، لو في طماطم شاري، اي حاجه ممكن نزودها عليها. هنعرف ازاي ان هي الصوص وصل؟ هتلاقي كل حاجه ابتدت تمسك في بعض كده. يبقى كده الصوص اللي تحت او الدريسنج اللي عملناه وصل. طبق كبير شويه. عندي انا هنا شويه من الشبت.